للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، ما تعليقك على ما يتعرض له البرلمانيون في مناطق سيطرة الميليشيا من إذلال وامتهان يعني مستمر من قبل عناصر الميليشيا؟ أعتقد أخي ما تعرض له البرلمانيون في صنعاء من قبل الميليشيات ومناطق سيطرتها في المحافظات التي لا تزال خاضعة لها أمرا طبيعيا جدا. كان الحوثيون يحتاجون هذا البرلمان من أجل أن يشرعوا وصولهم إلى السلطة. البرلمان في نظر الحوثي ليس سوى كذكر النحل، كان مهمته أن يلقح هذا الانقلاب بشكل شرعي، ثم عليه أن يحل نفسه أو يرمى خارجا في ظل مسألة سيطرة جماعة انقلابية قائمة على أساس عصبوي. فهنا لا صوت يعلو فوق صوت فنادق قادة الميليشيا ومشرفيها. هم ليسوا بحاجة إلى البرلمان، وهم ليسوا بحاجة إلى الدستور، هم روح التشريع، هم يرون أنفسهم أنهم السلطة. هم اختفت السلطة من أفواه بنادقهم على كل من حالف، على كل من تحالف مع هؤلاء أو سكت أو صمت أو ظل في العاصمة وتحول إلى معتقل لم يتحمل نتائج ما أقدم عليه. هذه جماعة ليست بحاجة إلى برلمان، حتى البرلمان في ظل نموذج ولاية الفقيه إن لم يكن البرلمان من أتباعه فلا داعي لوجوده. على الجميع أن يكونوا مجرد أدوات لا أكثر، أن يكونوا صيعين وأن يقدموا الولاء والطاعة. هؤلاء يبحثون عن جماعات تصل إلى الولاء التام. ألم يكن موالي تاما لهذه الجماعة يفقد كل مقومات استقلاله؟ الغباء جدا أن يتم الحديث عن برلمان ودستور وحكم ميليشيات، هذه متناقضات لا تستمع إطلاقا. كيف رضي برلمانيون وهم نواب للشعب أن يبقوا تحت رحمة الميليشيا وأن يظلوا بيادق رخيصة في يد الميليشيا تستخدمها أينما تشاء وفي أي مكان تشاء؟ كان على هذا البرلمان لو كان يعي ما هو دوره وأعضاء البرلمان أنفسهم أيا كانوا في أحزاب أو غيرها، يعوا أن اجتزاء بأمن الدولة وأن شل حركة أجهزتها الخشنة ممثلة بالأمن والجيش وسيطرة ميليشيات عليها ليست سوى كارثة تبرف البلد وتسقط كل مؤسساته. هؤلاء مع الأسف الشديد لا يدركون ما هو دورهم، لا يدركون ما معنى برلمان في ظل نظام دولة. البرلمان هي السلطة الحقيقية، هي من بيدها الحل والعقد، هي من فرقت أولا بأدوات القوة داخل الدولة. وكان المفترض عندما تقدمت هذه الميليشيات من صعدة إلى صنعاء طوال هذه الفترة على مدى عامين أن تستدعي الحكومة وأن تستدعي الرئاسة وأن تلزمها، وإن عجزت كان عليها أن تدعي الشعب لمواضعة مثل هذه الجماعات حفاظا على الدولة والوطن. اليوم نحن وهم علينا أن نبحث عن وطن. هؤلاء جزء من مسلسل تحويل الوطن إلى مجرد اسم في الذاكرة. هؤلاء سوف يظلون مصنفون كأسوأ جماعة في تاريخ هذا البلد منذ تكوين نظامه السياسي إلى اليوم. هؤلاء ضحوا بكل نضالات اليمنيين، ضحوا بمفهوم الدولة، بمفهوم الديمقراطي، بمفهوم تعدد السلطات، ضحوا بأنفسهم ثم ضحوا يدعون أنهم يمثلونهم ليتكلم عن بعض القضايا والفسيفسات الصغيرة، ولا يدرك أنه نحر البلد أو ذبحها تماما على أقدام دخول الميليشيات للعاصمة. ما هي العقوبات التي تليق بهؤلاء وقد خانوا النظام الجمهوري وخانوا قسمهم أمام الشعب وخانوا أصوات الشعب الذي انتخبهم من أجل أن يمثلونه حق التمثيل؟ أعتقد أن هؤلاء سوف يعاقبهم الحوثي، ولا داعي لأن يعاقبوا أكثر مما يعاقبون الآن. مع العقاب الذي سوف تنزله الميليشيات لن يكون هينا على هؤلاء. يكفي أن تلغي شخصك وذاتك لتكون مجرد سنة في كأس الميليشيا داخل البلد. فأعتقد أن هذه أكبر عقوبة موجهة إلى هؤلاء، وهذا تاريخا سوف يظل يلعن هؤلاء إلى قيام الساعة.
الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.